استطلاع جديد للرأي في سلوفاكيا أن 92% من السلوفاك يؤيدون الحل السياسي للأزمة في سوريا عبر الحوار ودون الشروط المسبقة. 92% من السلوفاك المشاركين بالاستطلاع الذي أجراه موقع سلوفو السلوفاكي على الإنترنت دعوا حكومة بلادهم إلى الانخراط بدعم التوصل إلى هذا الحل السياسي في سوريا، فيما 8% فقط منهم دعوا بلادهم للوقوف على الحياد، في حين لم يصوت أحد لصالح الخيار الثالث الذي طرح رأيا مغايرا.